بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري محمد بن إسماعيل رحمه الله تعالى: باب من صلى ركعتي الطواف خارجًا من المسجد. وصلى عمر رضي الله عنه خارجًا من الحرم. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن زينب عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كانت مريضة رضي الله عنها. وحدثني محمد بن حرب، حدثنا أبو مروان يحيى ابن أبي زكريا الغساني عن هشام عن عروة عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو بمكة وأراد الخروج، أي السفر، ولم تكن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها طافت بالبيت، يعني طواف الوداع، وأرادت الخروج، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون. ففعلت ذلك فلم تصلي حتى خرجت. فالمرأة لا يجب عليها صلاة الجماعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه صلاة الفجر، وأمرها أن تطوف على بعيرها والناس يصلون، فطافت كما أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم، فلم تصلي حتى خرجت من هنا من الحرم. فدل على أن صلاة سنة الطواف لو كانت خارج الحرم لا بأس، ولكن الأفضل قريباً من المقام. باب من صلى ركعتي الطواف خلف المقام. حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا عمرو بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعًا، وصلى خلف المقام ركعتين، ثم خرج إلى الصفا. وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. المقام حجر كان الخليل إبراهيم عليه السلام يقف عليه ويبني الكعبة، فأثر قدمه في الحجر، هذا هو مقام إبراهيم. بعض الناس يظن أنه قبر إبراهيم، هذا خطأ، بل هو حجر كان يقف عليه الخليل إبراهيم عليه السلام ويبني الكعبة، فأثر القدم فيه، وكان يصلي سنة الطواف خلف المقام. ولما وسع المطاف صار المقام كما ترون في داخل زجاج حتى لا يتبرك به أحد، لأنه البركة عند الله ليس في الحجر. وإذا ما أمكن أن يصلي خلف المقام صلى في أي موضع من المسجد ركعتي الطواف أجزأ ذلك. باب الطواف بعد الصبح والعصر. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي ركعتي الطواف ما لم تطلع الشمس، وطاف عمر رضي الله عنه بعد الصبح فركب حتى صلى الركعتين بذي طوى، يعني في جرول.
فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فسنة الطواف يجوز للمسلم أن يصليها في أي وقت كان. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وكأنه أشار إلى ما رواه الشافعي وأصحاب السنن وصححه الترمذي وابن خزيمة وغيرهما رحمهم الله من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف، من ولي منكم من أمر الناس شيئا فلا يمنعن أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فسنة الطواف يصليها الطائف في أي وقت كان. حدثنا الحسن بن عمر البصري، حدثنا يزيد بن زريع عن حبيب عن عطاء عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن ناساً طافوا بالبيت بعد صلاة الصبح ثم قعدوا إلى المذكر الذي يذكر الناس حتى إذا طلعت الشمس قاموا يصلون. فقالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: قعدوا حتى إذا كانت الساعة التي تكره فيها الصلاة قاموا يصلون. فدل على أن سنة الطواف تصلى في أي ساعة كان. وأما الصلاة عند طلوع الشمس فلا يمنع، فهو ممنوع حتى ترتفع. إذا طلعت الشمس لا تصلي فوراً حتى ترتفع الشمس. حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا أبو ضمرة، حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، يعني عندما تطلع الشمس لا تصلي، لا تتشبه بعباد الشمس والقمر المشركين عند الطلوع وعند الغروب، لا تصلي عند الطلوع وعند الغروب، بل انتظر حتى ترتفع الشمس وحتى تغرب، حذراً من التشبه بالمشركين. حدثنا الحسن بن محمد هو الزعفراني، حدثنا عبيدة بن حميد، حدثني عبد العزيز بن رفيع قال: رأيت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما يطوف بعد الفجر ويصلي ركعتين. قال عبد العزيز: ورأيت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما يصلي ركعتين بعد العصر. ويخبر أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل بيتها إلا صلاها. الصلاة بعد العصر ورد النهي، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه وفد عبد القيس وجعلوا يسألونه، فشغل عن سنة الظهر البعدية فقضاها بعد العصر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملاً داوم عليه، فهذا السبب في صلاة الركعتين بعد العصر أداء قضاءً عن ركعتي الظهر العصري البعدية. باب المريض يطوف راكباً. حدثنا إسحاق الواسطي، حدثنا خالد عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وهو على بعير،
يعني اللي يراه الناس ويقتدوا به، كلما أتى على الركن الحجر الأسود أشار إليه بشيء في يده وكبر. وفيه دليل على أن ما يؤكل لحمه كالإبل والبقر والغنم بوله وبعره طاهر، ولولا ذلك لما طاف على بعير صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب ابنة أم سلمة رضي الله عنهما عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، يعني مريضة، فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، أي على البعير، فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور صلى الله عليه وسلم. والمرأة لا تجب عليها الجماعة، فالناس يصلون وهي تطوف على بعيرها رضي الله عنها. باب سقاية الحاج. حدثنا عبد الله ابن أبي الأسود، حدثنا أبو ضمرة، حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: استأذن العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له. المبيت ليالي التشريق من الواجبات في منى، لكن العباس رضي الله عنه كان يسقي الناس من زمزم، يخرج الماء من البئر ويسقي الناس، فاستأذن أن يبيت بمكة لهذا العمل، فأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم. حدثنا إسحاق، حدثنا خالد عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية، أي المكان الذي يسقى فيه الناس، فاستسقى أي طلب ماء زمزم، فقال العباس رضي الله عنه: يا فضل ابنه رضي الله عنه، اذهب إلى أمك فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها. فقال: اسقني. قال رسول الله: إنهم يجعلون أيديهم فيه. قال: اسقني، يعني من هذا الماء، فشرب منه. ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها، أي يخرجون الماء من البئر ويسقون الناس، فقال: اعملوا فإنكم على عمل صالح، إخراج الماء من بئر زمزم وسقاية الناس هذا عمل صالح. ثم قال: لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه، يعني عاتقة، وأشار إلى عاتق الرسول عليه الصلاة والسلام. أراد أن يخرج الماء من البئر ويسقي الناس لأن هذا عمل صالح، ولكن لو فعل ذلك كل المسلمين يريدون أن يفعلوا، فلهذا لم يفعل صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في زمزم. وقال عبدان: أخبرنا عبد الله، أخبرنا يونس عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه كان أبو ذر رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرج سقفي وأنا بمكة، أي فرج سقف البيت وهو بمكة، فنزل جبريل عليه السلام ففرج صدري، أي شق صدري، ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بالطستل، الإناء الذي يغسل فيه الملابس، من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا، فأفرغها في صدري ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج إلى السماء الدنيا. قال جبريل عليه السلام لخازن السماء الدنيا: افتح. قال: من هذا؟ قال: جبريل عليه السلام.
فالسماء محفوظة ولها خزان يحفظونها. فجبريل أخبر خازن السماء بأن هذا جبريل، ففتح له في عندما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد هو ابن سلام، أخبرنا الفزاري عن عاصم عن الشعبي أن ابن عباس رضي الله عنهما حدثه قال: سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم، فدل على جواز الشرب قائما. قال عاصم: فحلف عكرمة ما كان يومئذ إلا على بعير، أي الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقد وقع في مسلم رحمه الله من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنها طعام طعم، ماء زمزم تقوم مقام الطعام، فلو لم يجد طعاما ماء زمزم طعام طعم، هذا من فضل الله. زاد الطيالسي: من الوجه الذي أخرجه منه مسلم وشفاء سقم. أبو داود الطيالسي روى هذا الحديث وزاد أنها طعام طعم وشفاء سقم، جعل الله شفاء في ماء زمزم. في رواية أبي داود الطيالسي: من الوجه الذي أخرجه منه مسلم وقال وشفاء سقم، أنها ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم. وفي المستدرك للحاكم رحمه الله من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له، رجاله موثقون إلا أنه اختلف في إرساله ووصله، وإرساله أصح. وله شاهد من حديث جابر رضي الله عنه وهو أشهر منه، أخرجه الشافعي وابن ماجه رحمهم الله ورجاله ثقات إلا عبد الله بن المؤمل المكي، فذكر العقيلي أنه تفرد به، لكن ورد من رواية غيره عند البيهقي رحمه الله من طريق إبراهيم بن طهمان ومن طريق حمزة الزيات كلاهما عن أبي الزبير بن سعيد عن جابر رضي الله عنه. باب طواف القارن الذي أحرم بالعمرة والحج جمع بينهما. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فأهللنا بعمرة، ثم قال صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهل بالحج والعمرة. الذي معه الهدي ساقه من الميقات فليقرن فليهل بالحج والعمرة، ثم لا يحل منهما، أي إذا جاء وقد قرن ومعه الهدي يأتي يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويبقى محرم إلى يوم النحر إذا كان معه الهدي. فقدمت مكة وأنا حائض، عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فلما قضينا حجنا أرسلني مع عبد الرحمن أخوها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما إلى التنعيم، فاعتمرت، فقال صلى الله عليه وسلم: هذه العمرة مكان عمرتك التي كنت أحرمت بها وحطي. فطاف الذين أهلوا بالعمرة يعني ولم يسوقوا الهدي ثم حلوا، يعني طافوا وسعوا وقصروا وحلوا وعليهم الهدي يوم النحر، ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى، يعني يوم النحر المتمتع يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة لأنه قد تحلل، فيطوف طواف الإفاضة يوم النحر ويسعى. وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة
فإنما طافوا طوافاً واحداً. القارن الذي جمع بين العمرة والحج وطاف وسعى عند القدوم وبقي محرماً يوم النحر يطوف طواف الإفاضة، والسعي الأول يكفيه للحج والعمرة لأنه لم يتحلل. وأما من تمتع وتحلل فيطوف طواف الإفاضة يوم النحر ويسعى بين الصفا والمروة. حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا ابن علي عن أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما دخل ابنه عبد الله ابن عبد الله وظهره في الدار، فقال: إني لا آمن أن يكون العام بين الناس قتال، يعني في زمن فتنة ابن الزبير رضي الله عنه، إني لا آمن أن يكون العام بين الناس قتال فيصدوك أن يمنعوك عن البيت، فلو أقمت، يعني لم تعتمر. فقال: قد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش بينه وبين البيت، يعني في عمرة الحديبية، فإن حيل بيني وبينه أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم قال: أشهدكم أني قد أوجبت مع عمرتي حجًا، يعني قرن. قال: ثم قدم فطاف لهما طوافًا واحدًا، يعني القارن إذا قرن وساق الهدي يطوف ويسعى ويبقى محرم إلى يوم النحر، وفي يوم النحر يطوف طواف الإفاضة، والسعي الأول يكفي للعمرة والحج لأنه لم يتحلل. حدثنا قتيبة، حدثنا الليث عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير رضي الله عنهما، فقيل له: إن الناس كائن بينهم قتال، وإنا نخاف أن يصدوك أن يمنعوك. فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إذن أصنعوا كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إني أشهدكم أني قد أوجبت عمرة، أي أحرم بعمرة، ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء، اسم مكان في ذي الحليفة، قال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت حجًا مع عمرتي. صار قارنًا، وأهدى هديًا اشتراه بقديد، اسم مكان، ولم يزد على ذلك، ولم ينحر ولم يحل من شيء حرم منه، ولم يحلق ولم يقصر حتى كان يوم النحر، فنحر وحلق ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول، يعني وطاف طواف الإفاضة. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقارن الذي طاف وسعى عند القدوم وساق الهدي وبقي محرم يوم النحر يطوف طواف الإفاضة، والسعي الأول يكفيه للحج والعمرة لأنه لم يتحلل. وأما من تمتع فطاف وسعى وتحلل فهذا يوم النحر يطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج. باب الطواف على وضوء، يعني يشترط للطواف الطهارة. حدثنا أحمد بن عيسى، حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشي أنه سأل عروة بن الزبير فقال: قد حج النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرتني عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنه أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت، فدل على أن الطواف يشترط له الطهارة. ثم لم تكن عمرة، ثم حج أبو بكر رضي الله عنه فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت،
ثم لم تكن عمرة، ثم عمر رضي الله عنه مثل ذلك، ثم حج عثمان رضي الله عنه، فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم تكن عمرة، ثم معاوية رضي الله عنه وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام رضي الله عنه، فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم تكن عمرة، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك رضي الله عنهم، ثم لم تكن عمرة، ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر رضي الله عنهما، ثم لم ينقضها عمرة، وهذا ابن عمر رضي الله عنهما عندهم، فلا يسألونه ولا أحد ممن مضى، ما كانوا يبدأون بشيء حتى يضعوا أقدامهم من الطواف بالبيت، ثم لا يحلون. وقد رأيت أمي وخالتي حين تقدمان لا تبتدئان بشيء أول من البيت تطوفان به ثم لا تحلان. فإن كان متمتعاً ولم يسق الهدي يطوف ويسعى ويتحل ويقصر ويتحل، وأما إذا كان قارناً وساق الهدي فيطوف ويسعى ويبقى محرم إلى يوم النحر. وكذلك إذا كان حج مفرد يطوف ويسعى وساق الهدي يبقى على الإحرام إلى يوم النحر، وأما المتمتع يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل إذا لم يسق الهدي، ويلزمه هدي التمتع، يذبح هديا يوم النحر، وإذا لم يجد فيصوم 3 أيام قبل عرفة و7 إذا رجع. باب وجوب الصفا والمروة، وجعل من شعائر الله. فالسعي ركن في العمرة وركن في الحج. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال عروة سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقلت لها أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قال عروة فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة. هذا كلام عروة. قالت عائشة أم المؤمنين وهي خالته بئس ما قلت يا ابن أختي، إن هذه لو كانت كما أولتها علي كانت لا جناح عليه أن لا يطوف بهما. فالآية أن يطوف ليس فيه لا، فالسعي بين الصفا والمروة ركن لا بد منه، ولكنها أنزلت في الأنصار رضي الله عنهم، كانوا قبل أن يسلموا في الجاهلية يهلون لمنات الطاغية صنم التي كانوا يعبدونها عند المشلل اسم موضع، فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة يعني في زمن الشرك. فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك أي عن السعي بين الصفا والمروة، قالوا يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة يعني في الجاهلية، فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله من علامات دينه. قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما أي السعي بين الصفا والمروة. فالسعي بين الصفا والمروة ركن في الحج وركن في العمرة. باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة. وقال ابن عمر رضي الله عنهما السعي من دار بني عباد إلى زقاق بني أبي حسين، أسماء أماكن في ذلك الحين. حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر
رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف الطواف الأول يعني طواف القدوم خب ثلاثا ومشى أربعا، يعني رمل ثلاث أشواط حول البيت ومشى أربعا، وكان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة. كان في ذلك الحين مكان منخفض مسيل الماء، ووضع في ذلك المكان علمان أخضران، فالسعي إذا وصلت إلى العلم الأخضر ترمل، وإذا فرغت تمشي. وكان يسعى بين بطن المسيل، وضع الآن في ذلك المكان علم أخضر إذا طاف بين الصفا والمروة. فقلت لنافع: أكان عبد الله يمشي إذا بلغ الركن اليماني؟ قال: لا، إلا أن يزاحم على الركن، فإنه كان لا يدعه حتى يستلم الركن اليماني والحجر الأسود. وإذا وصل عند الحجر الأسود وهناك زحام يشير بيده، يكبر ويشير. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال: سألنا ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل طاف بالبيت في عمرة ولم يطف بين الصفا والمروة، أيأتي امرأته أن يجامع زوجته؟ فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا، وصلى خلف المقام ركعتين، فطاف بين الصفا والمروة سبعا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالمعتمر لا بد أن يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويقصر ويتحلل، لا يجوز أن يجامع امرأته بعد الطواف. لا بد أن يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويقصر من شعره ويتحلل، ثم إذا شاء يجامع امرأته. وسألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال: لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة، لا يقرب زوجته حتى يطوف بين الصفا والمروة، يكمل عمرته، يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويقصر شعره ويتحلل. حدثنا المكي بن إبراهيم عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف بالبيت، ثم صلى ركعتين، ثم سعى بين الصفا والمروة، ثم تلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حدثنا أحمد بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا عاصم قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: أكنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروة؟ قال: نعم. كما تقدم أنه كان في الجاهلية يكرهون ذلك، لأنها كانت من شعائر الجاهلية، حتى أنزل الله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوته، لأن المشركين قالوا أنهم يقدمون وقد وهنتهم حمى يثرب، كان بالمدينة حمى، فظن المشركون أن المسلمين ضعفوا، والرسول عليه الصلاة والسلام قد دعا الله أن ينقل الوباء الذي بالمدينة إلى الجحفة وأصبحت لا وباء فيها، فالنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رملوا إظهاراً للقوة والنشاط إغاظة للمشركين. إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوته، وإغاظة المشركين أمر مطلوب،
زاد الحميدي رحمه الله، حدثنا سفيان، حدثنا عمرو، سمعت عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله. باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. الحائض إذا أحرمت ثم حاضت تؤدي جميع المناسك إلا أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر، وطبعاً لا تصلي حتى تطهر. وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة، يعني أن السعي لا تشترط له الطهارة، أما الطواف بالبيت لا بد أن يكون على طهارة. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: قدمت مكة وأنا حائض ولم أطب بالبيت ولا بين الصفا والمروة، قالت: فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب قال: وقال لي خليفة، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا حبيب المعلم عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه بالحج؟ فالرسول كان قارن صلى الله عليه وسلم، وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة رضي الله عنه. وقدم علي رضي الله عنه من اليمن ومعه هدي، فقال علي: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة، يعني الذين لم يسوقوا الهدي، أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي. فقالوا عندما أمرهم أن يتحللوا الذين لم يسوقوا الهدي، فقالوا: ننطلق إلى منى وذكروا أحدنا يقدر، يعني ما بقي ليوم التربية إلا 3 أيام، كيف نجامع نساءنا كأننا نذهب إلى منى وذكرنا يقدر مي، يعني كرهوا أن يتحللوا. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم كلامهم فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، يعني لو علمت أن التمتع أفضل ما سقت الهدي، ولكني قد سقت الهدي فلا أستطيع أن أتحلل، ولولا أن معي الهدي لا أحللت. وحاضت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطهر بالبيت، فلما طهرت طافت بالبيت، قالت: يا رسول الله، تنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحج؟ فأمر عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما أن يخرج معها إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج رضي الله عنها. حدثنا مؤمل ابن هشام، حدثنا إسماعيل عن أيوب عن حفصة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت: كنا نمنع عواتقنا أي البنات الأبكار أن يخرجن، فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف، فحدثت أن أختها كانت تحت رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، وكانت أختي معه في 6 غزوات. قالت: كنا نداوي الكلمة، أي نداوي الجرحى، يخرجنا مع المجاهدين يداوينا الجرحى من المجاهدين، ونقوم على المرضى، أي بسقيهم. فسألت أختي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: هل على إحدانا بأس إن لم يكن لها جلباب؟ الجلباب الثوب الذي تلتحف به المرأة ألا تخرج
قال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها، أي تأخذ عارية من صاحبتها جلباب، ولتشهد الخير ودعوة المؤمنين، يعني الخطبة والصلاة، صلاة العيد. فلما قدمت أم عطية رضي الله عنها سألناها، أو قالت سألناها، فقالت: وكانت لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبي، أي أفديه بأبي. فقلنا: أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا؟ قالت: نعم، بأبي، أي أفديه بأبي. فقال: لتخرج العواتق، أي الأبكار وذوات الخدور، أي اللاتي يختفين في خيام صغار، أو العواتق وذوات الخدور والحيض، فيشهدن الخير ودعوة المسلمين، يعني عيد يوم العيد، يخرجن متسترات متحجبات، ويحضرن يسمعن الخطبة ولو كنا حوائض، يبعدن عن مكان الصلاة ويسمعن الخطبة وذكر الله تعالى مع الحجاب والتستر، فيشهدن الخير ودعوة المسلمين، ويعتزل الحيض المصلى، النساء الحائضات يبتعدن عن محل الصلاة ويحضرن ويسمعن الذكر والوعظ. فقلت: الحائض؟ فقالت: أوليس تشهد عرفة وتشهد كذا وتشهد كذا؟ يعني أن الحائض تحج وحجها صحيح، إلا أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر. باب الإهلال من البطحاء وغيرها. البطحاء اسم مكان. باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي وللحاج إذا خرج إلى منى، يعني يوم التروية. وسئل عطاء رحمه الله عن المجاور يلبي بالحج، قال: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يلبي يوم التروية إذا صلى الظهر واستوى على راحلته. الذي تحلل بالعمرة يحرم يوم التروية، يوم الثامن من ذي الحجة. وقال عبد الملك عن عطاء عن جابر رضي الله عنه: قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأحللنا، يعني من كان متمتعا وليس معه الهدي طافوا وسعوا وقصروا وتحللوا حتى يوم التروية، يعني إلى يوم التروية، وجعلنا مكة بظهر لبينا بالحج. وقال أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه: أهللنا من البطحاء، وهي أعلى المعابد. وقال عبيد بن جريج لابن عمر رضي الله عنهما: رأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، يعني هلال ذي الحجة، ولم تهل أنت حتى يوم التروية يوم الثامن. فقال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. فإحرام من تحلل بمكة يوم التروية يحرم يوم التروية بالحج. باب أين يصلي الظهر يوم التروية يوم الثامن من ذي الحجة. حدثني عبد الله بن محمد، حدثنا إسحاق الأزرق، حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه، قلت: أخبرني بشيء عقلته، أي حفظته، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أين صلى الظهر والعصر يوم التروية؟ قال: بمنى، يوم الثامن صلى الظهر والعصر بمنى. قلت: فأين صلى العصر يوم النفر، يعني يوم 13؟ قال: بالأبطح. ثم قال: افعل كما يفعل أمراؤك. حدثنا علي: سمع أبا بكر بن عياش، حدثنا عبد العزيز: لقيت أنسا رضي الله عنه، وحدثني إسماعيل ابن أبان، حدثنا أبو بكر عن عبد العزيز قال: خرجت إلى منى يوم التروية يوم الثامن من ذي الحجة، فلقيت أنسا رضي الله عنه
ذاهبًا على حمار، فقلت: أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم، يوم التروية الظهر؟ فقال: انظر حيث يصلي أمراؤك فصلي. فتقدم أن الرسول صلى يوم التروية الظهر بمنى. باب الصلاة بمنى. حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر عن أبيه رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وأبو بكر وعمر وعثمان صدراً من خلافته. يعني أن الحاج يصلي ركعتين في أيام الحج. حدثنا آدم، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق الهمداني عن حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن أكثر ما كنا قط وآمنه، أي في أمن، بمنى ركعتين. يعني صلى في أيام منى قصر، الرباعية الظهر والعصر والعشاء ركعتين ركعتين، أما المغرب فلا يتغير في السفر ولا في الحضر، والفجر كذلك ركعتين لا يتغير لا في السفر ولا في الحضر. حدثنا قبيصة ابن عقبة، حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، ومع أبي بكر رضي الله عنه ركعتين، ومع عمر رضي الله عنه ركعتين، ثم تفرقت بكم الطرق، فيا ليت حظي من أربع ركعتان من أربع ركعتان متقبلتان. أن يشير إلى أن بعضهم كان لا يقصر كعثمان رضي الله عنه في آخر خلافته، فالرسول عليه الصلاة والسلام قصر في أيام منى. باب صوم يوم عرفة. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان عن الزهري، حدثنا سالم قال: سمعت عميرا مولى أم الفضل عن أم الفضل رضي الله عنها: شك الناس يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فبعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشراب فشربه. فالحاج لا يصوم يوم عرفة لأنه مشغول بالذكر والدعاء والتضرع إلى الله، أما غير الحاج فصوم يوم عرفة فيه فضل عظيم لغير الحاج، أما الحاج فالسنة أن يفطر. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن صائما يوم عرفة. باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك رضي الله عنه وهما غاديان من منى إلى عرفة: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. التلبية من حين الإحرام إلى أن ترمى جمرة العقبة. باب التهجير بالرواح يوم عرفة، يعني التبكير، التهجير التبكير. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم قال: كتب عبد الملك إلى الحجاج أن لا يخالف ابن عمر رضي الله عنهما في الحج، فجاء ابن عمر رضي الله عنه وأنا معه يوم عرفة حين زالت الشمس الظهر، فصاح عند سرادق الحجاج، أي عند خيمة الحجاج، فخرج عليه، فخرج وعليه ملحفة معصفرة، فقال مالك: ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: الرواح إن كنت تريد السنة.
قال هذه الساعة يعني وقت الزوال؟ قال نعم. قال فأنظرني، يعني انتظرني حتى أفيض على رأسي أي أغتسل ثم أخرج. فنزل حتى خرج الحجاج فسار بيني وبين أبي، فقلت إن كنت تريد السنة فأقصر الخطبة وعجل الوقوف، يعني أخطب خطبة قصيرة وعجل الوقوف. فجعل ينظر إلى عبد الله، فلما رأى ذلك عبد الله قال صدق. والنبي صلى الله عليه وسلم وقف عند الصخرات ولم يصعد الجبل. باب الوقوف على الدابة بعرفة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر عن عمير مولى عبد الله بن العباس عن أم الفضل رضي الله عنها بنت الحارث أن ناساً اختلفوا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يصم يوم عرفة لأنه مشغول بالدعاء والتضرع إلى الله جل جلاله. أما غير الحاج ففي صوم يوم عرفة فضل كبير. باب الجمع بين الصلاتين بعرفة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا فاتته الصلاة مع الإمام جمع بينهما. وقال الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم أن الحجاج بن يوسف عام نزل بابن الزبير رضي الله عنهما سأل عبد الله رضي الله عنه كيف تصنع في الموقف يوم عرفة؟ فقال سالم إن كنت تريد السنة فهجر، أي بكر بالصلاة يوم عرفة، صلاة الظهر. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما صدق، إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة، يعني جمع بين الظهر والعصر يوم عرفة، يؤذن المؤذن ويقيم يصلي الظهر ركعتين ثم يقيم ويصلي العصر ركعتين ليتفرغ للدعاء والعبادة. فقلت لسالم أفعل ذلك أفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال سالم وهل يتبعون بذلك إلا سنته، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. باب قصر الخطبة بعرفة، يعني يخطب خطبة قصيرة. حدثنا عبد الله بن مسلمة أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الملك بن مروان كتب إلى الحجاج أن يأتم أن يقتدي بعبد الله بن عمر في الحج. فلما كان يوم عرفة جاء ابن عمر رضي الله عنهما وأنا معه حين زاغت الشمس أي الظهر أو زالت، فصاح عند فسطاطه أي عند خيمة الحجاج أين هذا؟ فخرج إليه فقال ابن عمر رضي الله عنهما الرواح؟ فقال الآن؟ قال نعم. قال أنظرني أفيض علي ماء. فنزل ابن عمر رضي الله عنهما حتى خرج فسار بيني وبين أبي، فقلت إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم فاقصر الخطبة وعجل الوقوف. فقال ابن عمر صدق. باب التعجيل إلى الوقوف. باب الوقوف بعرفة. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا عمرو حدثنا محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال كنت أطلب بعيرا لي. وحدثنا مسدد حدثنا سفيان عن عمرو سمع محمد بن جبير عن أبيه جبير بن مطعم رضي الله عنه قال أضللت بعيرا لي، أي ضاع بعير لي، فذهبت أطلبه يوم عرفة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة
فقلت هذا والله من الحمص، قريش يسمون الحمص، فما شأنه ها هنا؟ لأن المشركين كانوا لا يقفون بعرفة، يقول نحن أهل الحرم ما نخرج من الحرم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة. حدثنا فروة ابن أبي المغراء، حدثنا علي بن مسر عن هشام بن عروة قال عروة كان الناس يطوفون في الجاهلية عراةً، أعوذ بالله، إلا الحمص، والحمص قريش وما ولدت، وكانت الحمص يحتسبون على الناس، يعطي الرجل الرجل الثياب يعني عارية يطوف فيها، وتعطي المرأة المرأة الثياب عارية تطوف فيها، فمن لم يعطه الحمص طاف بالبيت عريانا، أعوذ بالله، الجاهلية. وكان يفيض جماعة الناس من عرفات، ويفيض الحمص قريش من جمع من مزدلفة، ما يقفون بعرفة. وقال أخبرني أبي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن هذه الآية نزلت في الحمص في قريش، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس يعني من عرفة، قال كانوا يفيضون من جمع أي من مزدلفة، فدفعوا إلى عرفات، فلا بد من الوقوف بعرفة. باب السير إذا دفع من عرفة. حدثنا عبد الله بن يوسف